طمنا عن آخر الأحداث والتظاهرات والوضع الأمني في محافظة كركوك. في الساعة الرابعة عصرا كان هناك تجمر من قبل أخواننا الكرد في منطقة الشورجة بحوالي أعداد 700 متجمر متظاهرين بعدة المتطلبات بعد تهيئ حفظ القانون تأمين حماية لهم. حاليا انتهت التجمر بدون أي حادث يذكر. يعني هي تظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي، لم تكن بها مظاهر مسلحة ولم يكن بها صدام أو بها أي احتكاكات. لا يوجد أي احتكاكات، كانت هناك مناشدات هتافات لدولة للسيد دولة رئيس الوزراء، وإحنا استلمنا هتافاتهم أو مطالباتهم. وفي نفس الوقت تم تليفون مع السيد معالي وزير الداخلية المحترم بهذا الصدد، وكانت مهتم كبير لتأمين الحماية للمتظاهرين في محافظة كركوك. طيب بالنسبة للأحداث التي سبقت هذا اليوم وبالذات الأحداث التي حدثت قبل يومين وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، كيف بدأت هذه الشرارة؟ نعم اليوم الشرارة يعني من مندسين مندسين أو جيوب مندسين تم تفعيل هذا الأمر، هذا الحادث المؤلم المؤسف في محافظة كركوك. راح ضحيتها 4 شباب من محافظة كركوك شهداء. واليوم دولة رئيس الوزراء المحترم أرسل ممثل له لإرسال التعزية لكل عوائل الشهداء وتكريمهم، ومن ضمن هذا التكريم أبناء 4 شهداء هم شهداء للعراق ويتم تفعيل معامل الشهيد لهم. طيب أنت كقائد للشرطة، يعني قائد شرطة لكل محافظة كركوك ولكل قومياتها، أنت من موقعك هنا أطراف كردية متظاهرة وهناك أطراف عربية وتركمانية متظاهرة، أنت كيف تعاملت مع الحالتين؟ على قائد الشرطة وعلى كافة مفاصل الوزارة الداخلية إبراز هيبة الدولة وفرض القانون وتأمين حماية الضبط الشارع، وهذا من المهام يتعامل بها بالحرف الواحد، إنه مهامي مهام المهنية لخدمة المواطن، أن يكون كردا أو عربا أو تركمانا أو مسيحيا أو يزيديا. نعم يعني بالنسبة كركوك، كركوك ليس مصغر من ضمن العراق الجديد، لأنه كركوك مصغر فيها النواة كل العالم مصغر في هذا المحافظة. نعم طيب بعد نعم وياك تكمل بعد أستاذ الربيع، يعني أنتظر السؤال من جنابك. الآن أنتم الآن هل أنتم على هنالك غرفة عمليات مشتركة مع القيادة قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية؟ أنتم فعلا يعني الآن قطاعاتكم مسيطرة تكفي أم فعلا تحتاجون إلى دعم لوجستي من بغداد؟ حاليا وضع كركوك مستقر جيد جدا، ولدينا غرفة عمليات مشتركة لكل مفاصل وزارة الداخلية والمفاصل وزارة الدفاع ووكالات الأمنية، فريق واحد نتعامل باليد الواحد لخدمة المواطن ولضبط التأمين الأمن لكل المواطنين في محافظة كركوك عموما. نعم سيادة اللواء، يعني أنت قبل قليل ذكرت ووصفت أنه من قام بهذه العمليات هم مجموعة من المندسين والمخربين، هل لحقتهم قانونا؟ هل تم إلقاء القبض على أن افتعل هذه الأزمة؟ خلينا بالصورة سيادة القائد. نعم طبعا في بداية الأمر احنا حددنا مع وكافة وكالات الأمنية تحديد الأهداف الجيوب المندسين بهذا التفعيل الحادث المؤلم اللي صار في محافظة كركوك. كركوك يكون لكل الأبناء من كردا وعربا تركمانا، ولا نقبل ولا نتهاون، كان من يكون يريد يهين بأمن الدولة ويريد يهين بأمن المواطن. نعم طيب سيادة اللواء، هل هنالك جهات سياسية أو عشائرية أو متنفذين بالمحافظة
يمارسون عليك ضغطا في قرارك الأمن الذي تتخذه؟ قائد الشرطة وكافة مفاصل وزارة الداخلية ننسها، وإن كان من يكون اللي يهين أمن الدولة وأمن المواطن. وابعدني على مناسبات السياسية أستاذ الرفاعي. نعم. آخر تعليق سيادة القائد. نعم. آخر تعليق أو تطمين. نعم. لأهالي كركوك. كركوك يكون كركوك خير وبركة للكل، كركوك آمنة 100%، وكل الأبناء العراقيين وكل المواطنين في محافظة كركوك يدا واحدا مع أجهزة الأمنية.